لتعليمات السيد اللواء المدير العام للجمارك الجزائرية، تتواصل نشاطاتنا المبرمجة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي وفقا لتوصيات السلطات العليا للبلاد، وكذلك ترسيخا للدور الاقتصادي للجمارك الجزائرية من خلال ضمان المرافقة الفعلية والميدانية للمتعاملين الاقتصاديين. في هذا الإطار وتحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي، نظمت المديرية الجهوية للجمارك سطيف بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الهضاب سطيف فعاليات اليوم الإعلامي الأول لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى إقليم الولاية. تضمن موضوع يومنا الإعلامي الأول وسلط الضوء على الأنظمة الجمركية الاقتصادية كآلية جمركية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من عدة مزايا توفرها هذه الأنظمة، سواء على المستوى أو الصعيد المالي، حيث تمنح هذه الأنظمة الاستفادة من تعليق أو الإعفاء أو تعويض الحقوق والرسوم، أو على الصعيد الاقتصادي بالسماح للمؤسسة الاقتصادية بالتكيف مع كافة وظائف العملية الإنتاجية المتمثلة في الاستعمال، التحويل، التخزين والنقل، وذلك من خلال ضمان التموين بكل مدخلات العملية الإنتاجية وبأقل التكاليف، كذلك من خلال تعزيز ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية بخفض تكاليف الإنتاج أيضا، من خلال أيضا تشجيع وتحفيز بعض الأنشطة الصناعية الموجهة خاصة للتصدير، وكذلك تسهيل التجارة الخارجية. ارتأت غرفة التجارة والصناعة تقريب إدارة الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين بتنظيم هذا اليوم الإعلامي التحسيسي للتعريف بكل النصوص القانونية وبالامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الدولة في إطار الأنظمة الجمركية بالنسبة للمستثمرين. جينا لبينا الدعوة تاع مصالح الجمارك نبارتيسيبي في لاجورني تاع اليوم للتعريف بالنظم الجمركية الاستيراد والتصدير لاكومبانيومون دو ليتا الجيريان les opérateurs économiques dans le cadre soit de l'importation soit de l'exportation et promouvoir l'exportation استفدنا كثير وكثير وكما يقول لك nous n'avons aucun regret à avoir participé faire la journée. والله هذا اليوم الإعلامي هو دفعة للمتعاملين الاقتصاديين باش يساهم في التنمية الاقتصادية للوطن، ومن ناحية أخرى يعطينا مفهوم جديد على إمكانيات اللي متسخرتها الدولة من أجل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين.